Rage on that beat, going crazy. تحياتي اخواتي، ربي يسعدكم جميعا، معكم المهندس فراس من بريمن. اليوم ان شاء الله في عنا فرصة عمل بشركة الامازون كسائق للي بحب يقدم عليها. راح نحكي لكم ان شاء الله بهذا الفيديو عن الاوراق اللازمة وعن الرواتب اللي راح تجي والفرص العمل الموجودة، وانتو اذا لقيتوا بنفسكم اخواتي هذه المواصفات الموجودة راح ابعتكم اياها والاوراق جاهزة وهالامور هاي، بتقدروا تبعتوا لي اياها ان شاء الله يا رب، ونتواصل ان شاء الله مع صاحب العمل اللي هو احمد الزعبي ان شاء الله، وتشتغلوا وتيسر اموركم. طيب اخواتي، اللي بحاجه لهذا العمل يقدم، ما بحاجه او ما او عنده اي استفسارات ثانيه فيه يحكي معي على الرقم باذن الله رب العالمين، او على مع الاخ احمد الزعبي. طيب اخواتي، الدوره هاي اول شيء اخواتي راح نعمل لكم دوره لمده يومين، بعدين بنمتحنكم فيها بامتحان لمدة 20 دقيقة. هاي الدورة بتتم أونلاين أو داخل مبنى الأمازون حسب هن شو بيختاروا. إذا اكتمل العدد بالأمازون عدد المقاعد بيعملكم الوضع أونلاين. طبعا هذا موجود هلأ حاليا، دائما قبل ما تقدر تدخل بشركة الأمازون بيعملك هذا الامتحان. هذا الامتحان إخواتي فيه بأكثر من لغة، فيه باللغة العربية وفيه باللغة الألمانية وبكتير لغات. طبعا المهم إخواتي، هلا راح نحكي لكم ان شاء الله. هذا طبعا شرط اساسي اخواتي للبدء بالعمل مشان يكون عندكم علم. اذا نجحتوا بهي الدوره فيكم مباشره بنطلب منكم اوراق. طبعا بالنسبه اخواتي للاوراق المطلوبه هي شهاده لا حكم عليه، وصوره عن الهويه، وصوره عن جواز سفر كان الازرق او الرمادي، او جواز سفر الخاص بالبلد الام السوري ما في مشكله، صوره عن شهاده السواقه اخواتي، صوره عن بطاقه البنك، صوره عن بطاقه التامين الصحي، صوره شخصيه اللي هي باس فوتو اذا من عندكم عليها المحطوطه مثل محطوطه على جوازك وعلى هويتك، صوره عن رقمك الضريبي، وصوره عن اخر كشف راتب لك بحال توفره اذا كنت عم تشتغل انت بعمل اخر او كنت على الجوب سنتر كمان ما في اي مشكله. بتارسلوا اخواتي ان شاء الله هدول الاوراق اذا نجحتوا ان شاء الله بالدوره، وعلى 24 بتارسلوا هي الاوراق على ايميل الاخ احمد الزعبي، راح احط لكم اياه ان شاء الله على اليوتيوب. وبده اخواتي كمان تجاوبوا على الاسئله اللي هي حالتك الاجتماعيه اذا كنت انت متزوج او اعزب، مشان طبعا هذا كل هي الاسئله اخواتي مشان الكلاسة تبعيتك تبع الشتوية قديش بيعرفوا قديش بيسحبوا منك ضريبة، وكم طفل عندك اخواتي، وعندك اعاقات بجسدك او لا، وبأي مدينة انت تقيم حاليا. طبعا اخواتي بالنسبة لهذا الموضوع الافضل انه يكون من بريمن، مشان انه موضوع النقل وهالقصص هي موضوع صعب وبيطول وما عندك بيت وهالقصص، فالافضل انه تكون انت داخل بريمن لانه الشغل طبعا داخل بريمن اخواتي. واذا عندك سيارة خاصة او لا، وشو اللغات اللي بتحكيها، وشو تحصيلك العلمي، شو معك شهادات ثانوية جامعية معهد مهني او كذا، وشو افضل مستوى باللغة الالمانية وصلت له مثلا بي اينس او هالامور هي. طبعا بالنسبة لمستوى اللغة اخواتي نحن طالبين A2 يعني A2. كم يوم بدك قديش كم نهار فينك تشتغل بالشهر؟ طبعا 22 يوم اخواتي شهريا بمعدل 5 ايام بالاسبوع، او 24 يوم شهريا بمعدل اخواتي 5 ايام بالاسبوع زائد يومين اضافيين. وبعدين اخواتي من ايمت اخذت شهاده السواقه، واذا تجاوزت الفتره التدريبيه ولا لا. طبعا هذا كمان سؤال اخواتي بتقدروا تجاوبوا عليه، يعني اذا عندك شهاده من ايمت اخذت شهاده السواقه، وايمت وتجاوزت الفتره التدريبيه ولا صادق فتره تجريبيه، واذا تعاملت قبل هالمره مع برنامج امازون فليكس، لانه انت اخواتي راح ترشغلوا على برنامج امازون فليكس، واذا قبل هالمره اشتغلتوا مع شركه امازون بشركه توصيل او اي مجال تاني، يعني الافضل انكم كمان تحكوا اذا شغال قبل هالمره مع شركه امازون، لانه هي بصير عندك انت ميزات اكبر لانه تنقبل بالعمل، وانت بحاجه لتدريب بهذا الشيء ولا سهل، يعني هن بشوفوا اخواتي انه انت خرج انه تبلش مباشره بعد مثلا يومين او ثلاثه تدريب، ولا بدك بحاجة لشولونج لحتى تصير تعرف كويس بالشغل هذا. وكمان اخواتي بتكتب له بحدود تقريبا 3 سطور
عن خبرتك بالسواقة وخبرتك بمجال توصيل الطرود، يعني مثلا وصلت قبل هالمرة طرود كنت مع دي اتش ال مثلا او مع هيرمس او كنت تشتغل مع امازون او شيء، الافضل انك تحط هاي الخبرة اللي انت اشتغلت فيها. وبالنسبة لاخواتي لانه هن بيعطوك تياب هونيك فبيطلبوا كمان مقاس الحذاء تبعيتك قديش مقاسه مشان يعطوك بوت لهونيك بوت سيفتي، وقديش مقاس بنطلونك كمان مشان يعطوك بنطلون ومقاس الجاكيت والقميص كمان اخواتي بحيث انه يعطوك كمان قميص وجاكيت لشو اسمه، شو هو رقمك الاتصال وشو هو رقمك المخصص للواتساب اذا كان شيء ثاني، وعنوان الايميل الخاص فيك ورقم التأمين الاجتماعي تبعيتك اخواتي، ومع اي شركة تأمين صحي انت متعاقد مثلا او كا او شركة تانية حسب انت مع اي شركة تأمين لازم تقول اسمها يعني، ورقم التأمين الصحي الخاص فيك اخواتي وشو هو رقم التعريف الضريبي الخاص فيك، واذا عندك شغل تاني او لا، اذا كنت عم تشتغل اي شغل تاني الافضل انه تخبرهم بهالموضوع هاي اذا كان ميني جوب او نيبن جوب. طيب اخواتي هلا راح نحكي لكم بالنسبه للرواتب وبالنسبه طبعا الفرص العمل اخواتي الموجوده بالامازون حاليا هي 3 فرص عمل. طبعا مثل ما انتم بتعرفوا اخواتي المتزوج غير العزابي، العزابي بياخذ شيء والمتزوج بياخذ شيء لانه الضريبه بتختلف بالنسبه للاثنين. اذا حابب تشتغل اخواتي 5 ايام بالاسبوع ما يعادل 22 يوم بالشهر بتحصل على، اذا كنت انت متزوج بتحصل على 1750 يورو نيتو، نيتو يعني صافي اخواتي. اذا كنت عزابي بتحصل على راتب 1600 يورو، طبعا هذا هي اذا كان 5 ايام بالاسبوع 146 ساعه بالشهر اخواتي كلياته. طيب اخواتي اذا كان 4 ايام بالاسبوع الشخص إذا كان متزوج بيحصل على 1430 يورو، إذا كنت عزابي بتحصل على 1370 يورو نيتو، طبعا هي 4 أيام بالأسبوع. إذا اشتغلت 3 أيام هذا عقد ثالث، إذا اشتغلت أخواتي 3 أيام إذا طلبت العقد تبع 3 أيام اللي هو طبعا تايلد سايد أرابايت واللي قبله كان تايلد سايد أرابايت، 3 ايام بالاسبوع الراتب بالنسبه للمتزوج اخواتي 1034، بالنسبه للعزابي كمان 1034 نيتو نفس الراتب، لانك انت هيك راح تصير تاخذ كمان الباقي من الجوب سنتر مثل ما انتم بتعرفوا. بتمنى اكون فتكم بهذا الفيديو، اذا عندكم اي استفسار بتمنى تحطوا لي اياه تحت الفيديو. طبعا العمل مثل ما قلت لكم اخواتي للناس فقط الساكنين، انا بعرف انه في عندي متابعين من خارج المانيا، هذا العمل فقط للناس الساكنين داخل المانيا وببريمن بيكون افضل يعني مشان الانتقال ووضع الاوراق وهالقصص. لا تنسوا تشاركوا الفيديو وتخبروا أصدقائكم بهذا العمل. تحياتي لكم، نحن نعرف أنه هذا العمل موجود كتير هون بألمانيا وموجود ببريمن، بس أنا حبيت صراحة حطه لحتى الناس كلها تستفيد، وممكن يكون في ناس ما بتعرف وتدل أصدقائها، ونكون عملنا إن شاء الله فعل خير لكم وللجميع. تحياتي لكم، أخوكم أبو نزار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rage on that beat, going crazy.